صباح الخير والهنا لكل الأصدقاء متابعينا من تلفزيون لبنان. بإطار مشاكل وحلول اليوم موضوعنا ثقافي بامتياز من خلال الواقع يلي راح نضوي عليه لأنه مهم كتير، وبالتالي بنشوف أنه الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا الـIoT مهتم كتير بالاختصاصات المتعددين عندها، لأنه واقع هذه الجامعة بتعدد اختصاصاتها عم تترجم أصدقائي المشاهدين على الصعيد التطبيقي بكل القطاعات الأكاديمية العلمية والتربوية. اليوم من خلال كل المعطيات نلاحظ أنه في اختصاص مهم كثير بهذه الجامعة هو علوم الموارد المائية يلي أطلقته الجامعة مش من زمان كثير، ولكن يبدو أنه هو علامة فارقة إنجاز التعبير. وبهذا الإطار كان في توقيع مع الجامعة من قبل مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، صار في اتفاق مع هذه المؤسسة. المؤسسة آنذاك كانت ممثلة برئيس الجامعة السيدة غادة حنيني، الموجهة لها تحية كتير كبيرة. الاتفاقية هي لتبادل الخبرات وإمكان استخدام مختبرات الجامعة ومراكز الأبحاث التابعة لها لإجراء الفحوص المخبرية والتجارب المرتبطة بنواحي التلوث ونوعية المياه. الاتفاق يؤسس لتعاون بيتطلع نحو المستقبل وحاجاته، خاصة أنه طلاب الـIoT عم بيستفيدوا من التدريب بمؤسسة تشكل قدوة للقطاع الشبابي. ضيفنا اليوم مرسال حنين، نائب رئيس الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا IoT للعلاقات الخارجية. أهلا وسهلا فيك. ميرسي مسيو نيكولا. يعني اتفقنا اللي حج. استاذ مرسال، مهم كثير اليوم بهذا الاطار وقت نحن بدنا نحكي يعني عن الـIoT وعن الاتفاقات يلي من خلالها بترعاها مع خريجيها وبتسعى لحتى تكون حدهم، وبفتكر هيدا شيء مهم واساسي نحن بحاجه له بعد الضائقه الاقتصاديه اللي نحن هلا عم نعيشها بهالمرحله. ولكن مهم كثير نقول يعني تخصص العلوم، علوم الموارد المائيه اللي اطلقتوها، شو كان اساسه؟ ليش اخترتوا هذا الاختصاص بهذه المرحله بالذات؟ حج، وقت بلشنا نفكر فيها رئيس الجامعه فكرت فيها بعد ما كان بلبنان عم يحكي بالبترول والغاز. كانت الموارد عندنا هي بشريه، الانسان، والموارد الثانيه هي المي. عندنا مي كثير، عندنا فائض مي مأكد مش عم نقدر نستغله مزبوط. فكانت الفكره انه تخرج طلاب مختصين بامور المي، الامور العلميه متعلقه بالمياه، يعني تكرير المياه، كواليتي المياه، نوعيه المياه، اداره المياه، والقوانين اللي لها علاقه بتقاسم المياه اتسترا. فوقتها طلع المشروع انه ناسس اختصاص علوم موارد مائيه، قلنا اتجهنا صوب كمان هولندا اللي فيها بمدينه دلفت مركز لليونسكو اسمه انستيتوت فور ووتر ادوكيشن، شغلتهم فقط لغير يدربوا كوادر عليا من دول عن إدارة المياه وعلوم المياه، IHE انستيتوت فور ووتر ادوكيشن، هلا سموه IWE. صار اتفاق تعاون احنا وياهم بوقتها وبلشنا نخرج نعلم طلاب ونخرجهم لحتى يقدروا يستلموا مواقع، ان كان بالبلديات او بكره بالوزاره وتصير في توظيف، أو بمؤسسة المياه أو بالمنظمات غير الحكومية أو منظمات دولية اللي بدها خبراء يفهموا بالمياه. وهلأ بتعرف صار في سدود كمان بدك خبراء المياه. فاختصاص فريد من نوعه بيأسس لأنه يكون عندنا نحن أوتونومية، عندنا نحن اكتفاء ذاتي بالاختصاصيين المياه. لكن يخبرنا مدير عام المياه وقتها بالوزارة أنه كل ما بدهم شغلة بدهم يجيبوا خبير من برات لبنان حلو حتى يحكوا فيه. هلا كثير يعني، ونحن عندنا يعني عندنا امكانيات يصير عندنا اكزاكتومون صار عندنا هلا خبره. وهاللينك اللي عملناه، عملنا كذا مؤتمر على المياه بالاتفاق بالتعاون مع الانستيتوت فور ووتر ادوكيشن بهولندا تابع لليونسكو، لحتى نجيب هالخبرات للبنان وقت كانوا بعدهم عم يعملوا خطه المياه للبنان. ليه رحنا على هولندا اليوم؟ انتم جامعه امريكيه. لانه هولندا عندها كثير خبره باداره المياه. هولندا بلد بيكرر مياهه 16 مرة البيوت قبل ما تروح للهدر. 16 مرة. نعم، يعني عند وقد ما بدك في مي بهولندا، بتشتي كتير، في عندهم كناليات كتير، مش انه نقصهم مي، بس هالقد بيهتموا بانه المي
شغلي ما بتهدر بهالسهوله. سيدي اليوم يعني انت انطلاقا من الامكانيات اللي عم تضعوها كايوتي، يعني البنى التحتيه المرافقه لهذا التخصص متوفر عندنا لحتى الطالب وقت اللي بده يخرج وقت بده يخلص ويتخرج، انتم يعني عم تكونوا واقفين حتى الطلاب تكون لتامنوا لهم يعني فرص عمل. نعم. قديش مهم نقول البنى التحتيه تساعد بتوفير هذه الفرص للطلاب؟ بدهم يكونوا مدربين يشتغلوا بمختبرات المياه. نعم. كم سنة التخصص هيدا بده؟ بياخذ 3 سنين ونص، بيقدر يخلص ب3 سنين إذا واحد أخذ صيفيات معه. فمأكد المختبر ضروري، مش هيك مختبر وضعناه بتصرف المؤسسة. في كثير بلديات بتجي لعنا تتعمل تيستينج للمياه لتشوف إذا كان مياه صالحة، فيها شو جرثومات، شو فيها مينرالز، شو فيها كذا، بنعمل هيك. شو الأجواء بهالمرحلة؟ في جراثيم المي في أفندي؟ نحن مرة بلدية جبيل طلبت منا من شي 6 سنين يمكن أو 5 سنين نعمل تيست لكل مصادر المياه للمدينة جبال. نعم. كم مصدر فيها كتير؟ في عندك أبار أرتوازية. نعم. وغير سورسز. عملنا لهم مسح وقتها، طلابنا راحوا مع أساتذة يفحصوا المياه تبع جبال. فين قلك هلا ماذا تبين؟ ما بها شيء أبدا. ها كتير منيحة. ايه عم نحكي من 6 سنين. ايه بعدها ايه. بتصور ايه. حتى واحد يفهم غلط. لا بعدها بتصور كمان ايه. فهلا هيدا نحن بنحط بتصرف البلديات هالقدرات اللي عندنا اياها. كمان احنا بيهمنا الطلاب ما يكونوا بس عم يدرسوا ويخلوا معلومات لهم، بدهم يساعدوا المجتمع اللي هن موجودين فيه. نعم. يعني اذا كان هالطالب شاطر ومختص كل شيء وما فاد محيطه، شو عملنا نحن كجامعه؟ دورنا نحن مش بس نعلم، نفيد المحيط. سو عرضنا كمان على بلديات الشمال الكوره وغيرهم انه اي شيء بدكم اياه بالمياه نحن حاضرين نحط هالخبرات بتصرف. قديش لكم اطلقتوا يعني هذا التخصص؟ بعتقد توقعاته الاتفاقيه مع المهندس جان جبران كان. مع المهندس جان جبران من سنه ونص. أوكي. بس صار له زمن اكثر، صار له الاختصاص بلش معنا. نعم. نحن اليوم ب 22 بتصور بال 2013. وطلابكم؟ عم يشتغلوا، عندك ناس تخرجوا صاروا اليوم بمؤسسات دراسات مثل عصام فارس مثلا. عندك ناس بيشتغلوا مع بلديات كبيره، عندك ناس بالسدود. لا الطلاب الحمد لله they're doing fine، يعني بيعملوا كثير منيح. منهم كتار لانه اللي بيفوت. انا بدي لك لحد هلا قديش صار عندنا متخرج حوالي قرات افكاري وقلت لي دغري منهم كتار. اكزاكت. لاقول لك ليش؟ لانه الناس ما بتعرف الاختصاص، ما بتعرف هذا اختصاص بودي العمل. انتم لوحدكم، انتم الايوتي بس عندكم اياه؟ نعم لوحدنا لحد اليوم. انتم لوحدكم؟ نعم. هلا في يمكن جامعتين بتعطيها على مستوى الماسترز او بالهندسه، نحن ما خصنا بالهندسه، نحن علوم الموارد المائيه بالايوتي. فمنهم كتار بينقوا ناس بتنقي اشياء بتعرفها او اهلهم بيعرفوها مثل كمبيوتر ساينس، اداره اعمال، فنون اتسترا. هلا بلشوا شوي شوي يعرفوا شو معناتها الموارد المائيه، علوم الموارد المائيه، فعم بيكتر العدد شوي شوي. بس نحن كمان حريصين انه ما يفوت على البرنامج غير اللي مقتنع انه المياه مورد مهم جدا عند حياه الانسان، بلا مياه شو فينا نعمل؟ يسلم تمك. يعني يلي هلا انت حضرتك بلشنا فيه وعم نحكي فيه عن هذا الاختصاص بخليني روح لبعيد واقول شو اللي بخلي جامعه الايوتي يعني مختلفه عن غيرها بواقع يعني فلسفه التعلم والتدريس. آه. انجاز التعبير. آه. انطلاقا من هذه الرؤيه، من هذا الواقع. آه. من هذا الوضع، من هذه الامكانيات وهذه الرعايه انجاز التعبير، لانه انتم عم ترعوا طلابكم. آه. واقع الفلسفه هون شو بيتغير بالدراسه والتعليم؟ نحن بالايوتي وقت بلشت كان في كتير جامعات قائمة وكتير منيحة. إذا كنا بدنا نكون كوبي نسخة عن بقية الجامعات ما لها طعمة. فكان التميز عنا بالطرق التعلمية، learning، التعلم. برافو. انتقلنا من التعليم وتلقين المعلومات. برافو. إلى التعلم الطالب. نعم. يعني إحنا البرامج تبعنا وطرق التعلمية بدها تساعد الطالب يتعلم، مش تقول له اسمع لي مزبوط هيدي هي الحقيقة احفظها وعمل فيها امتحان. إذن ما بدي أقول له، بدي اقول له نبش انت، شوف مزبوط، تعال نشوف هالتيوري هل كيف فيها ننقضها او ناكدها. يعني الطالب بده يحلل، بدنا ننمي عنده قدرات الكريتيكال ثينكينج، التفكير التحليلي، بروبلم سولفينج، حل المشاكل، العمل الجماعي مش عمل فردي، بده يشتغلوا ضمن جماعه، الديسيجن ميكينج لاخذ القرار، بروبلم سولفينج، حل المشاكل. كل هيدي الطرق التعلميه عندنا بتنمي هالقدرات عند الطالب لحتى وقت يطلع سوق العمل مش ننطر شو بده يقولوا له شو يعمل، بيكون هو محضر انه يعرف يحل مشاكل، بده يلاقيهم يحلهم، يشوف الداتا مايننج، اي داتا بده يخلي اي معلومات مهمه، اي معلومات ما لها علاقه بالموضوع. فكل شغلنا مع الاساتذه
لحتى ننمي هالشيء عند الطالب، لأنه اليوم واقع العولمة بيجعل المنافسة كتير صعبة بالشركات الكبرى بالمالتي ناشونالز بلبنان وبالخليج وبأمريكا، فالطالب بده يكون محضر هالشيء. فمن أول يوم انتقلنا من التعليم والتلقين إلى التعلم، from teaching to learning. مهم كتير بهذه المرحلة نقول أن الطالب هون كمان بيكون مؤهل حتى ينافس غيره exactly. انطلاقا يعني من هذه الأرضية الثابتة اللي أنتم عم بتأمنوا له إياها، شغلة مهمة. ولكن بكل لبنان قديش نسبة الاهتمام بهذا الاختصاص إذا أمكن، لحتى ننقل كنحكي عن غير اختصاص، اختصاص المياه عندكم أنتم كم طالب فيه بالجامعة؟ هلا في كم خريج، أول شيء في شيء 36 بعتقد خريج، ولا في عنا 24 طالب متسجلين بالبرنامج، منهم نعم. كتار بس نخبة. كيفين بالنسبة للبنان؟ هلا نعم في منه في منه تخرج وبقي بلبنان ولا تخرج؟ لا في كتير بقي لانه في كتير بقيوا بلبنان نعم. بفتكر أكتريتهم بقيوا بلبنان حسب ما عم نشوف نحن هلا نعم. لجنة الألمناي امبارح عفوا صار في انتخاب لجنة قدامى الجامعة تمت، وامبارح التقينا فيهم قسم برات لبنان قسم بلبنان نعم. لا الألمناي تبع الووتر ريسورسز أكتريتهم في لبنان، لأنه في منظمات دولية كتير نعم. بحاجة إلى أخصائيين مياه مثلا يدرسوا شيء نعم. لبلدية بدون يمولوا مشروع بيكون عندهم ناس تفهم فيها. أستاذ مارسيل كم فرع للجامعة عندكم أنتم؟ في فرع الأساسي بمنطقة الفيدار جبيل أوتوستراد مزبوط نعم. وفي فرع براس مسقى بالكورة، في فرع بحلبة عكار، ثلاث فروع نعم. كم طالب عندكم تقريبا؟ حوالي 1200 طالب. كتير مهم نعم. كثير مهم. هلا نحن بسبعة ايلول على موعد معكم، موعد تخريج نعم، احتفال تخريج الطلاب 7 ايلول بحرم الجامعه بالايو تي في نعم. الفيدار. تخريج طلاب هالسنه ولا اللي قبلها اللي ما قدرتوا عملتوها وقت كورونا؟ نحن اخر تخريج كان 2019 نعم، ومشان هيك هلا عندنا ثلاث سنين. نعم. بس اكثريه الطلاب السنتين نعم. مضيوا برات لبنان، يعني ما بتتعجب الارقام، الأكترية نعم. التلتين برات لبنان، فأكترية الطلاب متخرجين هلأ رح يكونوا اللي تخرجوا هلأ من شهر يعني 2022، وفي بعضهم كان تخرج بال 2021 يعني الاحتفال رح يصير داخل حرم الجامعة بالحقل الأخضر نعم. وسيمنح دكتورة فخرية لدكتور طلال أبو غزالي. هيدا هو لب الموضوع كثير مهم اليوم. نحن متوجه بتحية للدكتور أبو غزالي وسلف من له ألف مبروك. ولكن ماذا يعني أن تقدم جائزة دكتورة فخرية لدكتور طلال أبو غزالي بهذه المرحلة بالذات من قبل جامعة الأيو تي؟ هلأ إذا نطلع نحن شوي للدكتورة الفخرية اللي نعطيت من عنا، بده يكون شخص عامل إنجازات مهمة إلى إمباكت، إلى تأثير على المجتمع بأي قطاع؟ ما ضروري أي قطاع. مثلا صفا الهاشم كانت أول امرأة دخلت البرلمان الكويتي وأول امرأة بلشت تعطي مايكرو كريدتس، يعني الديون الصغيرة للعائلات لحتى يقدروا يتمكنوا يعيشوا ويطلعوا حياة كريمة من أعمال بالكويت. بالكويت نعم. صفا الهاشم شغلة كبيرة، مثلا هي واحدة منهم اللي أخذت دكتورة فخرية. في كان هلا بالنسبه للدكتور طلال ابو غزالي، العمل اللي عم يعمله لمحو الاميه الرقميه عند الناس، يعني الناس اللي ما بتعرف تستعمل كمبيوترز وما بتعرف تستعمل شيء ديجيتال، الافورت اللي عم يعمله بالبلاد العربيه ضخم، مجهود كبير، مجهود كبير. وكمان هو بتعرف من الناس اللي تنبؤوا عن كل شيء، ازمات دوليه صارت اليوم عم نشوفها نعم. سياسيه اقتصاديه، اول شخص تنبأ وكان يحكي في ناس تسمع له ناس تقول لا مش هو. رجل اعمال اردني، رجل اعمال اردني نعم، واقتصادي كبير جدا، اقتصادي كبير مزبوط نعم. وعنده شركات تدقيق اوديتنج بالعالم العربي كله، وبيهتم كتير اليوم بكل شيء اسمه التكنولوجيا في التعليم نعم، التكنولوجيا بالتعليم المدرسي والجامعي اتسيترا نعم. الحضور يعني بهذا الاحتفال رح يكون حضور شامل اكيد أيه، لطلابكم ونواب والمعنيين واهل المنطقه. ولكن المناطق لانه ثلاث طلاب عكار، كوره، راس مسقى الكوره، طرابلس، وحالات جبال يعني وكسر وين. طب وامتى غير مناطق رح يكون في كمان انه الشراكه بالايوتي ان شاء الله بدا امكانيات يمكن. طبعا اليوم وقت اللي اخترتوا انتم تكريم نعم. دكتور طلال ابو غزالي، عاده انتم سنويا بتكرموا شخصيه واحده ولا اكثر، ولا بيكون في مناسبه مش ضروري ان ترتبط بحفلات التخرج واقع التكريم؟ عادة عم تكون خلال حفلات التخرج
بتكون لانه مناسبه، نعم، بتكون جامعين ناس كثير ويكون هالطلاب والاهالي لحتى نقدر نعطي كمان الشخص القدر الكافي من الاحترام والمعرفه عنه، نعم، ناس تعرف اكثر عنه، لانه بكره نهار 7 الشهر رح نحط فيديو صغير عن انجازات دكتور طلال ابو غزالي، نعم، حتى الناس تعرف مزبوط شو يعني، غير انه رح نحكي البيوغرافي تبعه، بدهم يشوفوا فيديو عن، نعم، شيء قبل ما يحكي كلمته هو كمان. مع كل شخص بنكرمه بنعمل نفس الشيء لحتى الناس تعرف مزبوط قيمه الشخص اللي عم يتكرم. اوكي، انطلاقا من يعني من هذه المعطيات، باختصار الرساله اللي انتم بتوجهوها انطلاقا من منح الدكتوراه سنويا، لحد هلا كم دكتوراه صرتوا عاطيين؟ والنسبه يعني لبنانيا في حدا اخذ ولا بعد؟ لبنانيا اخذ استاذ غسان العريضي اللي هو ما بعرف اذا بتعرفوه بالخليج، مدير عام ومساهم باكبر شركه سياحيه بالامارات، نعم، الفاتورز، يلي عمله هو ان كان بنجاح عمله السياحي بالمنطقه الخليج وان كان بتوظيفه للبنانيين بهالشركه، حلو، اكثريتهم من لبنان، نعم، يعني عنده هالافضليه، واحد منهم كان استاذ غسان العريضي. طب اذا بتسمح لي اليوم استاذ مارسيل، يعني قرار منح الدكتوراه الفخريه، نعم، يؤخذ من قبل مين بالجامعة الأمريكية للتكنولوجيا؟ نعم، نحن بيكون في كوميتي يعني لجنة، نعم، فيها مجلس أمناء وفيها عمدة الجامعة، نعم، بيفكروا كل واحد بيجيب أفكار وبعدين ننقي شخص لحتى يكون هو الريسيبيانت. كمان ما نسيت لك عن لبنان كمان، تفضل. في ست صفا هاشم مثلها كويتية، نعم، قبلها كان في ست أمريكية كثير قدمت للتعليم والتعلم، عم نحكي teaching to learning. وكمان من 3 سنين كرمنا واعطينا دكتوره فخريه لمهندس كبير هاني حكيم، هو موجود شركته بكل بلد عربيه بس مركزها الاساسي باليونان، كمان لانه انجازات كبيره على مستوى الهندسي. ف يعني في عنا شخصيات لبنانية وشخصيات غير لبنانية، نعم، شخصيات مستحقة دائما بدها تكون طبيعي. طب اليوم نحن وقت اللي بدي احكي انا عن الجامعة عندكم بدي احكي عن المنهاج، انتم مش من زمان كان عندكم خلوة باللألؤ، مش مزبوط؟ مزبوط، صحيح معلوماتك دقيقة. عم نحكي كنا انا بهمني اعرف يعني هذه الخلوات قديش هي مهمة بهذه المرحلة مع رصد الامكانيات والبنى التحتية الضرورية لها لحتى نقدر ننجح من خلال توصيتنا بهذه الخلوات. هلا هيدي الخلوة بشكل خاص كانت مركزة على نحن فتنا بمشروع الاكريديتيشن، الاعتماد الاجنبي، نعم، من وراء وكالات الاعتماد الجامعية المحترمة. في عندك منهم بامريكا موجودين، عندك منهم باوروبا. الوكالات الاعتماد الأمريكية بدها القليل 7 سنين حتى يقولوا يبلشوا بالبروسس لأنه عندهم طلبات كتير. بالأوروبا نقينا إيفالاج ألمانية، هي عندها معايير اعتماد للجامعة، بتشوف كيف شغل الجامعي، كيف شغل اللجان، كيف الترانسبيرنسي، كل شيء. كانت هالخلوة مركزة للتحضير، نعم، كرمال نبلش الشغل. بده سنة سنتين تنتهي الشغل، ما بينخلص بشهر وشهرين، بده سنة سنتين حتى يخلص الاعتماد، نعم، 100%. فكانت الخلوة كرمال هالاعتماد الأجنبي الألماني الإيفالاج لجامعة الإيو تي. طب اليوم مهم كثير نحن نحكي بالإمكانيات، يعني اليوم أنتم إمكانياتكم الكل بيعرف، اليوم نحن هلا على أبواب عام دراسي، البعض بيقول إنه عام دراسي رح يكون من دون تدريس لأنه المشاكل رح تكون كثير كبيرة بالنسبة للأقساط ودولرة الأقساط وإلى ما هنالك من حاجات يمكن الجامعات والمدارس والمؤسسات التربوية تستحقها، ولكن واقع الناس والأهالي والطلاب لا يسمح. بهذه المرحلة قديش مهم نقول بكل الخلوات والندوات والمؤتمرات اللي بتعملون انتم بتاخذوا بعين الاعتبار واقع الامكانيات يلي ممكن انكم تساهموا فيه ولو انسانيا؟ يعني انا اقرا او اسمع انه انتم كجامعه كنتوا عم بتوزعوا او وزعتوا حصص غذائيه بقضاء جبيل، ايه، ضمن الوقت كانت الكورونا ضرب يعني العيون. لاحظ انه عم تاخذوا كل الامور انطلاقا، نعم، من واقع المجتمع لحتى يكون محصن، فكيف واقع الطالب اللي بيجي لعنا وبيختارنا نحن؟ بدنا كمان نساعده. مزبوط، نحن حاجة عم تحكي اشياء كتير دقيقة، بهنيك اول شيء على الريسيرش اللي بتعملها حضرتك، البحث مزبوط. بتعرف بالجائحة كل تعاون ليساعد الغير، نعم، ونحن طبيعي انه نحن نساعد الغير، هذا شيء اقل واجباتنا. ولكن بالنسبة للطالب اللي بيجي على الايوتي، نحن من اول ما بلشت الجامعة بنعطي
مساعدة مادية، يعني نخصم من قصة الطالب لحتى نمكن الطالب اللي ما عنده الإمكانيات الكثيرة إنه يقدر يتعلم مزبوط. بعدنا على اللبناني؟ قسم صار على الدولار، قسم على اللبناني، قسم الأكبر على اللبناني صراحة. والقسم اللي على الدولار لو كان أقل على أي ريت؟ 20% لا ريت اللبناني على 5000 ليرة. 5000 ريت اللبناني على 5000. في قسم صغير فريش وأصرينا ضمه صغير وعم نجيب مساعدات من ناس قادرين الله رزقهم وبيحبوا يساعدوا التعليم الجامعي، عم نقضي وقتنا كل وقتها تنجيب مساعدات للطلاب. الجامعة حج من 2004 أرقامنا لتاريخ من سنة عاطي 27 مليون دولار قيمة مساعدة مادية. 27 مليون دولار، نعم هيدا عم قولها موثقة موثقة بالأرقام من 2004 لل 2021. قبل احصاءات 2000 بلشنا من 2000 احنا ل 2004 ما عندي اياها بشكل دقيق بس ما كانت كبيره لانه كانت اول شيء عدد الطلاب قليل وكانت المنع كانت بعد ايام خير اكثر نخفف. اما هلا طلاب بياخذوا 50% 40%. هالسنه ما بقى نقدر نحن بس نعطيها، عم نركض ونشوف الغير يساعدنا. عم توفق الحمد لله، في ناس بتقدر جهود بتقدر انه الطالب لازم يتعلم ما لازم يقعد بلا تعلم جامعي. لا. المدرسه اصعب، بتعرف المدرسه ما في الاهل يقول لك بلا مدرسه، الجامعه في لك معلش يوقف سنه تنكون شفنا السنه الجايه بتكمل سنه تلحق حالك. اكزاكتلي نحن عم نجرب انه ما يصير هالشيء عند الطلاب. طب اليوم بهالمرحله اللي انا بقدر انت الطريقه يلي عم تشرح فيها، ولكن انا بروح لبعيد بقول انتم اليوم جامعه لبنانيه ولا جامعه دوليه بصراحه انطلاقا ليش عم بسألك هيك؟ لأنه اليوم بالاحتفال اللي انتم رح تعملوه رح يكون في مشاركة لجامعة ولاية نيويورك وجامعة لندن، يعني شو يعني؟ وجامعة مدى الحياة وجامعة مدى الحياة، يعني طب قل لي رح خبرك عنه شو وجود هذه الجامعات وشو لهم علاقة بالاي يو تي؟ هن الاي يو تي بغير اسماء بالخارج ولا وضح لي الصورة. اوكي، اي يو تي جامعة لبنانية لبنانية ذو وجه دولي. كيف ذو وجه دولي؟ خبرك قصة دولية وجه دولي لبنانية ذو وجه دولي. لا لك ليش، رئيسة الجامعة دكتورة غادة حنان وقت بلشت فكرة الايو تي قلت لك ما بدنا نكون نسخة عن بقية الجامعات، الجامعات البقية كتير منيحة ما في لزوم لنسخة. كانت التميز بالتعلم، طرق التعلم، انتقال من التعليم للتعلم. والشغلة الثانية شيء اسمه ترايبود موديل، ترايبود يعني ثلاث ركائز، الجامعة مبنية على ثلاث ركائز، علاقة مع جامعة خارج لبنان عندها كتير قوة بالاختصاص عم نعلمه، مثلا علوم موارد مائية. نعم. في علاقة مع اليونسكو Institute for Water Education. اختصاص تاني علاقة مع مع جامعة تانية ببلد آخر أو يمكن نفس البلد لأنه جامعة عندها قوة فيه. ليش؟ لحتى نقدر نستمد خبرات منه. هي مش ضعف منا نحن، دليل ثقة أنه نحن بدنا نقوي يعني طلابنا. إيه، لأنه أوقات ما بتلاقي أخصائيين بالمادة. نعم. بدنا نشوف حدا يعرف يعني. هيدي أول ركيزة. الركيزة الثانية مع سوق العمل، يعني نحن اليوم بنقول طلابنا وين بده يروحوا؟ بده يروحوا على سوق العمل. إذا ما كان عندنا شو اسمه انتراكشن، تفاعل جدي مع سوق العمل ما له طعمه. يعني نحن مع سوق العمل بنشوف معهم برامجنا شو اللي بعد ناقص لحتى يصير الطالب مجهز أكثر ليشتغل بهالشركات الكبرى. الركيزة الثالثة مع الدولة، الوزارات المعنية في لبنان مع الاختصاصات تبعنا لنشوف وين رايحين بالتشريعات. يعني مثلا إذا حكينا عن البيئة أو حكينا عن المياه، ما بدنا نكون احنا عارفين وين رايحين بخطة المياه لحتى الطلاب نكون احنا عم بيواكبوا هالشي. فهالثلاث ركائز العلاقة مع مرتبطين ببعضهم، خبرات مع جامعات أخرى منهم State University of New York، جامعة ولاية نيويورك. هلأ بخبرك عن جامعة لندن بتفصيل، في كتير جامعات أخرى. ليش لندن أكتر؟ لقلك ليش، لأنه مع لندن اختصاص مختلف. خبرنا عن الكل بالتفصيل إذا بتريد. جامعة ولاية نيويورك نحن عنا توأمة برامج نحن وياهم. الطالب اللبناني في يتعلم في لبنان معهم من دون ما يسافر على نيويورك، لأن نحن الاختصاص اللي عنا أونلاين. يعني كيف؟ لا هلا بيجوا لهون بيعلموا. نحن في عنا مثلا اختصاص لنقول بزنس ادمنستريشن مانجمنت. بيتخرج من الاي يو تي بس في قسم الكورسات في ياخذوا معهم هن ويقدر يتخرج من عندهم هن، لأنه عنا ارتكيوليشن اجريمنت بنسميه. فالطالب عنده هالمجال إذا بده. على كل حال هن حتى لو الطالب ما بده ياخذ شهادتين، نحن هن بيعطونا عدة مواد بيعلموهم ضمن برامجنا لحتى الطالب يتعرض لتفكير مختلف، إن كان بإدارة الأعمال، إن كان بالصحافة، تتجانس مع بيئتنا وواقعنا
بس وسوقنا نحن تجينس طبيعي, نعم. طبيعي بس انه اذا مادة واحدة بيعرف كيف الاخر بيفكر كيف نعم. الاخر بيعلم نعم. كيف الاخر في اشياء مثلا بغير جامعات مثلا مثل بابسون كوليدج اللي هي الاولى بالعالم بالانتربرينورشيب يعني الرياده في الاعمال الاولى قبل هارفارد تصنيفها نحن وبابسون في دائما كورس انتربرينورشيب هن بيعطوه لطلابنا لحتى اول شيء يعرفوا أصولها مزبوط من اهم شهاداتهم من وين بياخذوها استاذ مارسيلهم هلا هون لهالماده هي بياخذوا شهادتهم من بابسون افاده كومبليشن بنسميها من اهم قلت لي اهم نعم. هارفارد نعم اذا بتشوف الرانكينج تبعها بالانتربرينورشيب هي الاولى بالاندر جرادويت يعني بدراسه الليسانس الثاني بعد هارفارد بالدراسات العليا بابسون كوليدج هي جامعه صغيره بولايه ماساتشوستس صغيره قريبه عن بوسطن بس مختصه بالانتربرينورشيب حلو سو نحن بنشتغل معها مشان هيك عم لك الترايبود انه هالماده بنشتغلها مع هالجامعه يعني طلابكم هون بيكونوا يعني بتعلموا على الاصول 100% نعم. انجاز التعبير نعم نعم بتعلموا على الاصول مع احسن ناس مع احسن جامعات مع ناس خبرات نعم. قويه فهيدا نحن بنقدمه بنقول نحن وجه دولي الاي يو تي صحيح في لبنان بس بتجيب خبرات كثير على لبنان اذا ناقصها يعني مثلا بالاودي فيجوال انا ليش بنجيب بس المخرج اسمه روب رومباوت من هولندا لانه روب بيشتغل الدوكيومنتير الفيلم الوثائقي بغير طريقه نعم مختلفة بيتكل على الحكي مع الناس ليبين وثائقي عن مدينة أو عن طيب بس اللي بده إياه بيتكل على الناس بيحكي معهم بيخبروا خبارهم الناس نعم عن مدينتهم مثلا إذا عم نحكي عن مدينة أوكي بدل ما نصور نقول فيها مدرستين وفيها كذا بيجي بيحكي مع مختار بيجي بيحكي مع الشيخ أو الخوري بيجي بيحكي مع ولد صغير بيجي بيحكي مع شخص مسن يعني بيجمع المعطيات لحتى يوصل المعلومة اللي بده إياها مزبوط بشكل طيب. إنساني هيدا مثلا ما بنعرف نعملها لبنان ما بنشتغلها هيك فبيجوا بيتعلم الطلاب طريقة مختلفة مثلا بالأودي فيجوال بالمرء مسموع ليعملوا وثائقي مش إنه لازم يعملوا هيك بس بيكتشفوا طريقة جديدة طب هلأ قلي الفيلم أو الدوكيومنتير أو الوثائقي اللي رح نشوفه التكريم دكتور طلال أبو غزالة شغل مين هولندا ولا الأيوبي هو هن عاملينه طلال ابو غزالي هن عملوه وبيعطونا اياه لان احنا بنحترم كيف هن بيحبوا يقدموه لدكتور ابو غزالي يعني هن عم وصلوا الصوره اللي بدهم اياها وانتم كمان كيف فيكم تعملوا شيء ثاني نعم بس لحتى تكون مباراه بمحلها بكلمتنا رح نكون نعم مبين كان الوجه مهم مثلا كمان عندنا طلاب بنبعثهم يسافروا برا ليش؟ نعم ليه بنبعثهم؟ انه هيك لحتى يسافروا مش ليصرفوا مصاري مثلا هلا في ثلاث طلاب بايطاليا ثلاث طلاب نعم. عم بيعملوا شهرين ونص بايطاليا بتشينما داماري هيدا فيستيفال مش فيستيفال سمر كامب للسينما نعم. بيجمع طلاب من كتير بلدين بيقعدوا مدينة إيطالية أسبوع بيعملوا إكيبات فرق كل طالب له دور مثلا شخص بيكون عم بيكتب سكريبت شخص تاني عم بيصور شخص تاني عم بياخد صوت بيرجعوا أسبوع تاني بيعملوا فيلم بيبينوه أسبوع تاني مدينة تاني بيغيروا الأدوار بيرجعوا الطلاب بخبرة مخيفة هن حبوا يروحوا ولا انتم اوفتوهم لانهم هن مميزين عن غيرهم احنا عرضنا على الطلاب مين بحب يسافر ومؤكد حط هن بيسافروا تيكت بس على حساب الطالب نعم. كل الباقي على حساب المنظمين ونحن الجامعه الوحيده الاي يو تي بياخذوها على هالفستيفال هيدا الوحيده صرنا شيء بلشناها من 8 سنين صار في توقيف 3 سنين بالجائحه وهلا رجعنا نعم. بيرجعوا الطلاب بخبره لا مش ما معقول ياخذوها بغير محل نعم. نفس الشيء وقتها بدنا نحكي عن الصوت عندك بتعرف الصوت بالفيلم كثير مهم في مره فرجونا فيلم اسود بس في صوت تفهم كل شيء صار من وراء الصوت شو فيلم اسود صوره سوداء يعني صوره سوداء نعم ربع ساعه عم تحضر فيلم صوره سوداء بس في صوت تعرف اهميه الصوت قديش بالفيلم نحن اوقات نتكل بس على الحكي على الديالوج نعم which is good بس الصوت كمان مهم كتير بيقدر يعطي مود بيقدر يفهمك اشياء من دون ما حدا يحكي سو كمان بنجيب مثلا اخصائي شاغل عفين لافيتا ايبيلا اللي اخذ البالم دور بفستيفال كان من زمان عن احسن فيلم اجنبي نعم توليو مورغانتي بيجي بيعلم مثلا تاني صف عن الصوت ساوند ديزاين 1 نعلمه نحن ساوند ديزاين 2 بيجي هو لحتى كمان يختبروا طلاب غير طريقه غير مفهوم للسينما والصوت اتسترا هيدا اللي بهمنا الطالب يتعرض لعدة طرق تفكير ان كان بإدارة الأعمال ان كان بالفنون ان كان بالعلوم مش لأنه في ضعف بلبنان لا أبدا بس احنا بهمنا لأنه هالطلاب يمكن يشتغلوا خارج لبنان يوما ما يكونوا محضرين أكثر خارج لبنان مش معناتها بدنا نحن نشجعهم يفلوا لا ولكن يروحوا ويرجعوا
انا راح نروح ونرجع معك لانه اشاره المخرج حنا بويري بدنا ناخذ بريك هلا. بريك اصدقائي ونرجع بنتابع سوا مشاكل وحلول العودي. معكم بعدنا متابعين سوا مع ضيفنا نائب رئيس الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا IoT نائب الرئيس للعلاقات الخارجية استاذ مارسيل حنين. يعني نحن هلا كنا عم نحكي عن اختصاصات قبل البريك، ولكن لشريحة من الناس هلا عم بيتابعونا بهمني يعني نعطيهم فكرة أكثر عن الاختصاصات يلي بتتعلم وبتتدرس بالIoT شو هي. هلا نحن الجامعة IoT مؤلفة من ثلاث كليات حاليا. نعم. ثلاث كليات، كلية إدارة أعمال، كلية الفنون وعلوم الإنسان، كلية العلوم الفنون وعلوم الإنسان. بكل موقع ثلاث كليات موجودين. مزبوط. نعم. علوم التطبيقية. رح بلش علوم تطبيقية. نعم. اللي فيها اختصاص كمبيوتر ساينس طبيعي، لأنه اليوم كتير في شغل للطلاب متخرجين أكثر ما بعد يتصور. نعم. كمبيوتر ساينس، إنفورميشن تكنولوجي اللي هي تابعة للكمبيوتر ساينس. عندنا كمان اختصاص علوم الموارد المائية. نعم. حكينا عنه. عندنا اختصاص التغذية يلي صار في له كمان ثلاث تفرعات. تغذية. التغذية في عندك السبورت نيوتريشن، تغذية الرياضة خاصة. عندنا التغذية الكلينيكال يعني للأمراض. وعندنا كمان الفود ساينس، علوم المأكولات، الأكل يعني. الأمن الغذائي يعني. مش الأمن الغذائي. اللي. العلم الغذائي إذا بدك. نعم. لأنه اليوم واحد لازم يعرف شو عم يأكل وشو الكومبوزيشن تبعها وشو اللي بيضر شخص وبيفيد غيره. هذه كلها اختصاص بالضمن النوتريشن. اما بالكمبيوتر ساينس صار في كمان ثلاث تفرعات. سايبر سيكوريتي، الامن السبراني لحمايه الشبكات والمعلومات اللي بتحطها على الانترنت. حلو. عندنا الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. اليوم مثل ما بتشوفوا حضرتك اللي بيفوت مثلا على ويب سايت تياب وبيرجع على فيسبوك بتلاقي له اجي اعلان عن شركات بيبيعوا تياب اونلاين، بيقول لك اوف كيف اجاني او كيف اجاني ايميل منهم، لانه الذكاء الاصطناعي بيربط هالامور ببعضها. حلو كثير. وفي اختصاص ثالث هو بالشيء اللي نسميه جديد هذا كثير، اوجمنتد رياليتي. يعني اليوم اذا بتشوف فلومه السينما بتشوف اشياء غريبه عجيبه منها موجوده حقيقيا باختراع الكمبيوتر. مثل مثلا ناخذ فيلم ترانسفورمرز، بيكون في ما بعرف منفضه بتصير مونستر كبير. نعم. هدول كله برمجات للسينما. نعم. البرمجات بتروح تدرس عندكم؟ نعم. هلا اول سنه حنبلشها وهيدي بالتعاون مع جامعه باريس ساكلي. رح يجوا اساتذه هن مختصين يعلموا، لانه بعد لبنان ما عندنا اي هالنوع البرمجه هيدي للاوجمنت. طيب شو اللي بيفرض هالاختصاصات الجديده ونحن بعد ما عندنا اختصاصيين لها بنضطر انه نستعين من الخارج بما يلزم لتغذية يعني فكر طلابنا وتأهيلهم منهجيا وأكاديميا، ووقت بنقول إنه إمكانيات ما بتسمح. بس أنتوا لحد هلأ كتر خير الله نق ما في عم تحكي بكل هذه الصورة بروح إيجابية مطلقة انطلاقا من راحة الناس لحتى تقولون كله متوفر. لأنه شوف حاج، نحن حلو كتير واحد يضم ينق ويقول ما فينا، بس هذا ما بيحل مشاكل. نعم. نحن مشاكل وحلول. نحن بنقول نتكل على بعض الاشياء، بنقول نحن هن على البادجت هذا كيف نشتغل ضمنه وكيف فينا نجيب الاساتذه من برا. بنحكيهم انه نحن حاله لبنان صعبه، بدكم تضحوا معنا. عم بيضحوا معنا لانه اكاديميين ما بيفكروا بالربح المادي اكثر ما بيفكروا بالتعلم والتعليم وافاده غيرهم. في كثير عندنا بامريكا وانجلترا مثلا، اليوم انجلترا تنصر على لندن مش شوي قلت لي مهم، رح نحكي عنها بعد شوي. هي. لانه بدي اقول لك كيف الاكاديميين تعاونوا معنا على اساس انه لبنان صار حالته صعبه اقتصاديا. اقتصاديا. نعم. اقتصاديا نحكي عن المال. اقتصاد. نعم. فدائما نحن فينا بالامكانيات اللي عندنا اياها فينا نقدم للطالب اشياء كثيره، وحرام ما نقدم هالاشياء كثيره. هيني كثير نعلم نقعد تعليم عادي، استاذ بيروح بيجي تلميذ بيتعلم بيعمل فحص، هيني كثير. بس هيدي ما رئيسه الجامعه IoT ما بتقبل بهالشيء. ما عندها الطموح انه نعلم ونقعد بالبيت وخلص اخذ تلميذ تخرج. ابدا ما بتقبل، بدها تعطي الماكسيموم للطالب بهالامكانيات، وامكانيات الطالب تضمها مش تكون كبيره، يعني مش ندفعه اكثر لانه في اساتذه جامعه حلوه. مش مزبوطة، لانه حق الطالب ياخذ اكثر شيء فيه من الجامعه.
يعني طبعا انطلاقا من هذا الكلام برجع بقول لك بدك تخبرني عن لندن. يعني طبعا لا شغله كثير مهمه لانه انطلاقا يعني من هذه المعرفه اليوم بواقع الاحتفال يلي سيمنح فيه الدكتور طلال ابو غزاله شهاده الدكتوراه الفخريه، شو رح يكون دور الجامعات الخارجيه حضوريا؟ رح يكونوا موجودين معنا؟ نعم، هلا في جامعه ولايه نيويورك، نعم، رئيسه الجامعه تعينت من شهر ونص، فانتدبت شخص يمثلها، نعم، من امريكا. نعم، جامعة لندن لأقول لك شو قصتها كيف بلشت الخبرية. بال 2011 بعتقد تتصل فينا نائبة محامين بيروت الأستاذة أمل حداد. نائبة محامين بيروت. كانت رئيسة النقابة. كانت من زمان يمكن. إيه 2011. إيه أوكي. بتقلنا أنا بعرفكم عندكم علاقات قوية مع الخارج بجامعات أخرى. نحن المحامين في لبنان بيتخرجوا بالدروا سيفيل القانون المدني. بدنا خبرات الكومن لو. الانجلو ساكسونيه، لانه اليوم الكونترايات بال 2011 كونترايات الدوليه عم بتصير حسب القوانين المرعيه الاجراء بالبلدان الانجلو ساكسونيه مثل انجلترا وامريكا. فيكم تشوفوا لنا شو فينا نعمل لنقدم برنامج ماسترز دراسات عليا بالقانون ما يسمى الكومن لو. عملنا اتصالاتنا بجامعه لندن، اخذت هي بال 2011 يعني بلشت معنا قبل، بس مضينا اتفاق 2011. حكينا مع جامعة لندن انه نحن حابين نشوف اذا فينا نتعاون لنعطي برنامج دراسات عليا بالحقوق حسب النظام الانجلو ساكسون. جامعة لندن دقيقة جدا جدا جدا، طلبت منا شو ما بدك وثائق ودوكيومنتس من المدققين محاسبين بدك تيعرفوا انه هالجامعة موجودة، مش رح تروح بعد يومين، مش رح تختفي، عندها المكونات الكافية انه تستمر. نعم. وشافوا الطريقة الأكاديمية التركيبة الأكاديمية تبعنا، وشافوا تعاوننا مع جامعة نيويورك بلش من 2000 وقبل 2000 كمان، شافوا علاقات جامعات أخرى معنا مثل أوكلاهوما بأمريكا مثل وغيرها كتير، قالوا أوكي إجوا زارونا. رئيس برنامج LLM بيسموه LLM يعني ماسترز الحقوق بيسموها بالإنجليزي بالنظام الأنجلوساكسوني LLM، هن كلمات مأخوذة من اللاتين من اللغة اللاتينية، اجوا واجتمعوا فينا، قرروا واجتمعنا مع نقابة محامين ومعهم وعملنا اتفاقية ثلاثية نقابة محامين بيروت جامعة لندن و AUT لحتى نبلش تعليم ما يسمى الـ LLM في لبنان. دي شغلة كتير مهمة لأنه جامعة لندن منتشرة بالعالم كله، يعني بتعلم برامجها بكتير بلدان برات انجلترا. نعم. في لبنان احنا الوحيدين نشتغل معهم، ولكن اللي صار نحن عنا أساتذة بتساعد المحامين بيدرسوا معنا بتحضروا الامتحان، امتحان بيصير بالبريتش كونسل بالمركز الثقافي البريطاني، ما قلنا عليه نحن الامتحان، بيجي الامتحان من لندن ما بنعرف شو هو، بيروحوا الكوبيز على انجلترا بيصلحوا هنيك وبيعطوا النتائج. أنا فخور كتير لك أنه الـ AUT كمركز تيتشينج سنتر مركز تعليمي للـ LLM باسم جامعة لندن، المركز الأول في العالم والوحيد بلبنان ولا في غيره؟ هو الوحيد في لبنان بس الأول بالعالم بنسبة نجاح. يعني الامتحانات اللي بيقدموها اللبنانيين المحامين اللبنانيين من وراء المركز البريطاني بالبيروت عم بيكون أكبر نسبة نجاح في العالم. إجينا صار كذا لتر تنويه من رئيسة البرامج ورئيسة انترناشونال بروجرامز بجامعة لندن. برافو. بس أنا عندي سؤال، إنه نائبة المحامين بوقتها على أي أساس وأي قاعدة اختارت الألو مع الـ AUT؟ لانه عرفت يعني ايه عرفت هي انه نحن كثير عندنا برامج مع جامعات اخرى. نعم. علاقات متينه وقديمه وبرامج مشتركه، قالت لك مأكد رح يعرفوا يلاقوا الجامعه المناسبه. هن كانوا ما قالوا بدنا جامعه لندن، قالوا بدنا بروجرام ماسترز بالLLM. يعني انتوا اخترتوا لندن، احنا اخترنا لندن لانه لندن عندها كمان تراديشن من سنه 1800 وشوي بلشوا يعلموا خارج انجلترا وقت كانوا هن منتشرين بالعالم كله. فنحن فخورين كثير. هلا رح تجي رح تبعث لنا فيديو رئيس البرنامج هيلين زانتاكي، لاني ما بتحب السفر، اللي قبلها سلفها كان يسافر كثير، جيمس مسوتر كان يضم بلبنان وبغير بلدان ويجي على التخرج، هلا هي ما بتحب تسافر كثير، بعثت لنا كلمه فيديو تيبت تنحكيها تنفرجيها للحضور، وعم بتقول فيها كمان انه نحن الـ AUT اول مركز نجاح الاول في العالم بين كل التيتشينج سنترز عندهم اياها
نعم، بين الهند وبين مصر وبين لبنان وبين أمريكا وبين كندا وبين العالم كله. طب نحن اليوم الاحتفال رح يكون الأربعاء المساء، نعم، الساعة 6:30 بالفيدار. مزبوط. السؤال بديهي إنه ليه بأيلول تخرج هذا العام؟ كل سنة نحن بنعمله بأيلول. ليش؟ يعني كل تخرج بنعمله مؤخر. بيكون في طلاب اللي عم بياخذوا السمر، الفصل، نعم، الصيف. اوكي. بننطر حتى يخلصوا، بنعطيهم تشانس يكونوا معنا بالتخرج، لأنه حرام بيقول لك أنا بس عندي صفين بالصيف راحت علي بدي أنطر. نعم. نمبر 1، نمبر 2، في عجقة كثير تخريج بشهرين جوان وجوية، يعني حزيران وتموز، الجامعات كلها. فنحن نطلع شوي خارج العجقة ونعملها مرتاحين بأيلول. طيب، لأنه في خطر الشتي بأيلول تبي منجازف. هلا 7 أيلول معقول الشتي بيها مش بأيلول؟ لا، في مرة كان التخرج تبعنا بتصور بثلاثة أيلول وشتت 2 أيلول. ثلاثة صحيت، 2 بعد الظهر صحيت، نشفت الأرض. كنا برا يعني عملنا بالخارج. هلا انتم كمان هالسنه عاملين بالحقل الاخضر، يعني بتعطينا فكره عنه، هو راح يكون مساحات خضراء كثير كبيره. نعم. سؤال كثير مهم ومفروض اسالك، يعني موضوع المازوت. كل المؤسسات والجامعات المستشفيات كل العالم عم بيشكي منه، البعض الاخر يعني مش المتفلسف الذي يتطلع لبعيد بيقول بلا فلسفه روحوا على الطاقه البديله. عندكم اليوم انتم امكانيه بالرغم من كل هذه المعطيات اللي عم تحكوا فيها نقدر نوظف ما هو مطلوب لتاسيس طاقه بديله لحتى نقدر نوفر على طلابنا؟ نعم، بس مش لهالسنه، لانه المبلغ كبير، مبلغ كبير، لان احنا كذا غرفه وكذا، يعني بتعرف جامعه مش انه مثل اللي عندك صغير. مساحات، في مساحات رح نبلش فيها، بس لا، ان شاء الله نبلش نستثمر لسنه 2023 يصير عندنا اتكال جزئي على الطاقه الشمسيه ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. طبعا انا بهمني قبل ما يخلص وقتنا بس نضوي على بعض الاختصاصات اللي هي عندكم اذا امكن. نعم. هيك نعمل لهم سرد سريع لحتى، نعم، نشوف واقع اهتمام الطلاب بلبنان باي نوع من الاختصاص اذا بدنا نعمل 1 2 3. هلا نحن باداره الاعمال قلت لك في اختصاصات مثل المحاسبه، اكاونتينج، نعم، المال، الاداره، التسويق الرقمي، ديجيتال ماركتينج، هذا، نعم، اليوم كثير عم بيقوى. وعندنا كثير مهم إدارة النقل واللوجستية. التسويق الرقمي ممكن نوضح للناس؟ نعم. يعني شوي التسويق، يعني التسويق هو تسويق، بدنا، نعم، نخلي الناس يشتروا برودوي معين رقمي. بس التسويق اليوم الرقمي يعني كل شيء نشتريه أونلاين. كيف بدنا نقنع الناس يشتروا برودوي تبعنا باستعمال الانترنت بدون غش؟ وكيف السبل مختلفة، السبل وتكون تسويق فيس تو فيس بالسوبر ماركت شيء، وتكون عبر الانترنت شيء تاني. فهذا كمان اختصاص عم بيقوى كثير، طلب عليه طلب التوظيف. وفي كمان اختصاص الـ MIS Management Information Systems، يلي هو إدارة الأنظمة الكمبيوتر. بالإدارة هذه بإدارة الأعمال، اللوجيستكس والترانسبورت مربوط بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإسكندرية، اللي هي خلقته هلو جامعة الدول العربية. جامعة هي خلقتها جامعة الدول العربية. نحن كأيوتي عنا تعاون وثيق معهم ببرنامج إدارة النقل واللوجستية. يعني هذا التعاون الخارجي إذا بدي أقطعك، يعني هو مثل برجع عن اللي قلت لي إنه دكتور هذا وقت اللي أنتم بلشتوا يعني سعيتوا قدر المستطاع عندكم ما تكونوا مثل غيركم. مزبوط. مزبوط. يعني قديش مهم نقول أنتم بكل هذه التخصصات عم بتكونوا فعلا متميزين 100%. هيدا عم نحاول نعمله بكل الاختصاصات. هلا مثلا اليوم وقت طلاب الاكونتنج المحاسبه عملنا اتفاقيه مع وزاره المال، اعطونا مدراء كبار بالفي اي تي، نعم، ورك شوب 18 ساعه عن نظام الضرائب اللبناني لحتى الطالب المتخرج بالمحاسبه عندنا يعرف مزبوط شو نظام الضرائب اللبناني. لان احنا برامجنا بتعرف الجامعات الامريكيه برامجها منا كثير مطبقه للبنان، فنحن كل شيء بدنا نطبقه للشغل بلبنان. هيدا مثلا تعاون عملناه ومكملين، نعم، فيه. بكل شيء بنربط الاختصاص بهالاشياء. في عندك اختصاصات ثانيه خبرك عنها؟ تفضل. جرافيك ديزاين اليوم كثير قويين، لانه ديجيتال ديزاين كمان، الديزاين الرقمي للسوشيال ميديا، كيف نعمل ديزاين لاعلان على انستغرام، لينكد ان، فيسبوك، اتسترا. عم بيجينا طلب توظيف، ما عندنا طلاب كفايه. ما عندكم ليش طيب؟ لانه هو دوركم انتم توجهوا، انه نحن بحاجه، وجهوا طلاب. هلا صار عندنا، نعم، عم نوجه طلاب جديد يفوتوا، نعم، بالكمبيوتر ساينس، نعم، بالجرافيك ديزاين، بالديجيتال ماركتينج، وبالترانسبورت، لان هول فيهم شغل اكثر ما نحن عندنا طلاب. يعني اليوم
بيجيني طلبات عمل، مش طلبات، عرض عمل من طلابنا المتخرجين صاروا برات لبنان كبار. ما عم بحكي طلاب الكمبيوتر ساينس مثلا بقول انا عم بشتغل ثاني سنه ثالث سنه عم بشتغل، متخرج عم بشتغل من بيته، بيقبض دولارز من بيته لشركات موجوده برات لبنان. ما في كفايه طلاب. فهلا اكبر اختصاص هلا السنه الجديده فايتين عليه طلاب جديد هو الكمبيوتر ساينس، بيلحقوا الجرافيك ديزاين قبل اداره الاعمال. كان طول عمره اداره الاعمال اكثر نمبر 1 اكثر شيء مزبوط تجلب الطلاب، هلا كمبيوتر ساينس وجرافيك ديزاين، لانه شافت الناس بالتغير اللي صار بسوق العمل من وراء الجائحه صار في طلب اكثر على هالاختصاصات هذول. يعني بتتوقع يعني بين مرحله ثانيه انتم بتعملوا اعاده تقييم لهو المطلوب؟ يعني مثل ما قلت لي انه انتم بتسعوا دائما لحتى تعززوا الاختصاصات. طبيعي. المفترض انه نبلش فيها، في شيء جديد هلا بالبال بالختام تنقول انه سيكون هو محط اهتمام لكم كجامعه في كليه صحه عامه؟ عم تنشا وتقدمت للوزاره لتاخذ ترخيصها. بسم الله. صحه عامه اليوم صارت خلص شغله مهمه، مطلب اساسي، مطلب اساسي عم بالكلمة. استاذنا انا بدي اشكرك لهذه الاطلاله، برجع بذكر الاصدقاء المشاهدين انه نحن على موعد معكم يوم الاربعاء. نعم. 7 ايلول الساعه 6:30 المساء. صحيح. بالجامعه الامريكيه للتكنولوجيا الاي يو تي الفيدار. بخلال هذا الاحتفال رح يكون في تخرج لطلاب الجامعه لثلاث سنين مرقوا، لانه سنتين مرقوا ما قدر نعمل حفل التخرج بسبب كورونا. ستمنح شهاده الدكتوراه الفخريه للدكتور طلال ابو غزاله من تلفزيون لبنان. اذا بتسمح لي باسم الفريق العامي بنقول له الف مبروك، ومبروك لكم انتم هذا التقدم، هذا الرقي، وهذا البحث المستمر لما فيه مصلحه الطالب. شكرا، شكرا لكم حاج، وبهنيك على البرنامج وبشكر المشاهدين. بشكرك. شكرا سيدي. اذا نائب رئيس الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا للعلاقات الخارجية IUT مارسيل حنين كان هو ضيفنا بهذه الحلقة. لهون بنوصل لختام حلقتنا. أنا بدي أشكركم وبشكر المتابعين. المخرج حنا بويري يعطيك ألف عافية. بيتجدد لقائنا معكم يوم غد بتمام 11:30 عبر الشاشة الأم تلفزيون لبنان. إلى اللقاء.